شنو سما بارك؟ بر غريب على بر لولدي، البحر اللي داخله مفقود واللي راجع منه مولود. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الزول في الله وين الأحباب، إن شاء الله تكونوا بخير بصحة وعافية، وإن شاء الله تكونوا مهنيين. طبعا حطينا هذا الفيديو كالعادة باش نذكروا ديما بهذه الفئة المنسية والمحرومة مسكينة، ولولادهم والديهم راهم محروقين عليهم، خوتنا الحراقة وكثرة الفيديوهات وكثرة يعني سرتوت على الأولياء. طبعا السلطات ما فهمناش وعليه تتجاهل فيهم، والمجتمع المدني أيضا الإعلام، لكن نحاولوا كل خطرة نذكروا بهذه الفئة يا خوتي، سواء بأغنية سواء بفيديو سواء بموضوع غدوة نحكي عليهم. لأنه سمعت أنه كان اللي وصلوا لإسبانيا الصباح، كان اللي وصلوا البارح في الليل أيضا، لكن معلش موضوع هذا نخليه غدوة. مرحبوا بكم مرة تانية في الحصة تاعنا. إن شاء الله اليوم كالعادة راح نواصلوا في حصة جديدة نحكيوا على الجزائر. الجزائر بلادنا اللي نغيروا عادة تغيضنا. طبعا ربما كاينين العديد من الناس الحمد لله لي سون ساتيسفي، فرحانين بالنتائج، فرحانين بالمسار اللي تدير فيه وماشي عليه الجزائر، فنقول لهم هنيئا لكم. الحمد لله الحمد لله، ربما تشوفوا فيها ماشيه في مسار مليح ونفرحوا لكم ونتمنوا انه يكون صحيح. لكن كاين بزاف ناس اخرين يشوفوا في الجزائر والجزائري خاصه قاعد يتمرمد مسكين ومازال مشخشب ومازال حياته مسودين هالو. حنا نحكيو بزاف على هاد الفئه المظلومه، الاخرى مهنيه الحمد لله ربي يزيدكم، ولكن حنا في الحصه تاعنا حنحكيو بزاف وجزء كبير على الفئه المحرومه، الفئه المظلومه مسكينه، الفئه من المجتمع من الجزائر بين قوسين، لانهم جزائريين يشكلوا الجزائر اللي راهي قاعده تعاني في صمت في صمت كبير. طبعا فيهم عديد من الفئات، راهم يديروا في وقفات، راهم يديروا في احتجاجات، راهم يديروا في اضرابات، راهم يحاولوا، لكن الاعلام ساكت مقفول من الفوق، السلطات تتجاهل فيهم ويقولوا باللي توفى بيان. اون توكا يا خوتي كما قلنا لكم مرحبا بكم مره اخرى في الحصه تاعنا. يعني طبعا حنحاولوا مع الزملاء نجتهدوا نفتحوا المكالمات، سواء كنت من الفئه الحزينه على الوضع تاع الجزائر ولا الفئه اللي فرحانه وتشوف باللي البلاد الحمد لله في المسار الصحيح، يمكن انك تشارك وشي هو في اطار الاحترام والتقدير. والاحترام هذا هو لا ليني تاعنا يعني يا خوتي، لانه للاسف الشديد قاعد نشوف في انترنت تصعيد لا مثيل له. ناس مختلفين في الرأي، داكور هذا يساند النظام، هذا يعارض النظام، لكن كلام العيب والمستوى الرديء واللا أخلاقي اللي وصلوا ليه ما يخدم لا طرف هذا لا طرف هذا، ما يخدمش الجزائر والجزائريين. نحاولوا احنا في المغاربية نطلعوا النيفو يا خوتي، لو اختلفنا معليش في الرأي واختلفنا في الأفكار، وانت تختلف معايا وانا نختلف معاك، بس حنبقاو بني أدمين محترمين، باش ما نقولوش مسلمين ومؤمنين، هنا بالك بعيد علينا هذه، ولكن على الاقل نكونوا بشر محترمين. انت عندك فكرتك والاخر عنده فكره تاعو، فنحاولوا ما ننزلوش هذاك المستوى. تعود ساعات تتفرج فيديو تحشم تحشم يا خوتي من الرداءة، سواء كان معارض ولا مساندة، ماشي يعني انه عنده افكار كيما افكارك، لكن لا ميثود لو لونغاج المستوى تحشم، لانه انما الامم اخلاق، كل امه يعني راهي محسوب على اخلاقها، وكل شخص محسوب على تربيته واخلاقه. وحنا راك عم بالكم في المغاربيه هذا الامر راهو من اولوياتنا الاحترام والاخلاق. دونك سي خاوتي بسم الله نبداو باول فيديو، وهي رساله من مواطنه بالدرجه الاولى وبرلمانيه في قبه البرلمان، الحمد لله تهدر فيها بكل يعني واقعيه، من عنابه هي تحكي في البرلمان على معاناه المواطنين ربما، ونسمعوا الراي تاعها ونتوكلوا على ربي بهذا الموضوع. تفضل خويا المخرج. سيد الوزير من خلالكم كذلك نلتمس منكم التدخل العاجل، خاصه ونحن تفصلنا عن ايام فقط عن شهر رمضان المبارك. سكان ولايه عنابه سيد الوزير يعانون من نقص ثلاث مواد اساسيه، وهي الزيت ومادة الحليب وكذا مادة السميد، يعني أيام قليلة فقط تفصلنا عن شهر رمضان ونحن نعيش ندرة في هذه المواد الأساسية. نرجو منكم التدخل وكذا كل الوزارات التدخل في هذا الأمر، وشكرا لكم. بارك الله فيك. شفتوا خالتي، نداء عاجل، صدق أو لا تصدق، نطلب منكم التدخل. خير إن شاء الله، زلزال وش يا لطيف، التدخل. راي عنابة منكوبة، راي عنابة في حالة
مثلها مثل باقي ولايات الوطن. هذه برلمان يعني تمثل عنابة دونك حكيت على المنطقة تاعها. راهي تقول نطلب منكم التدخل العاجل، تسمع تدخل عاجل تقول صاي كما تقول مجلة الجيش دخلوا علينا الجيران وصاي وبدا رانا تحت التهديد. لا، اللي يهدد في المواطن كما قالت هو ندرة هذه المواد الأساسية. إذا جيتوا تخافوا على الجزائر والجزائري صح حابين تحميوه من التهديدات أي مشها من الخارج راهي من الداخل يا خاوتي. هاي نداء عاجل، هذه بالدرجة الأولى نداء عاجل. وعلاه أو جاينا سيدنا رمضان اللي نورمالمون نتبركوا ونقولوا الحمد لله جاي شهر التوبة والغفران، احنا يا زرب زرب وشاي وحنا ما كان والو. ندرة ثلاث مواد أساسية، الزيت زدنا رجعنا، يعني ربما ندرة هذه المادة تسمى يعني سابروف باللي ان ديتاي صغير. رئيس دولة، حكومة جديدة، جزائر جديدة، وزارة جديدة، عقلية جديدة، ما قدرتوش تتحكموا في مشكل قديم اللي هو الزيت، مع أنه الزيت متوفر، متوفر بكميات تكفي الناس، لكن الله غالب التسيير ما كانش، تخطيط ما كانش. وزيد حاجة تانية الحليب، الحليب ما زلنا في الحليب، ما وشي غبرة تبون في حد ذاته كان يقول عيب، ما زال كنت في الحملة الانتخابية تيعو كان يقول عيب عيب. يا جماعة هل اليوم يخرج يقولنا عيب؟ شفت سي ديفيرون، كان يقول الحليب احنا رئيس ما نقدرش نقضي على الحليب. 3 سنين اخوتي انجازات عظمى، سلاح تشرى وطيارات تشرات وتمرينات تفلقت وعلاقات دبلوماسية، الدنيا مقلبة ما شاء الله. حليب ما زال ملايين الدولارات تبرعت بها الجزائر هكاك، بالمليار دولار راحت راحت هكاك. او اليوم الحمد لله سي شنقريحة خرج بصفته مدني، يعني هو وزير بالك ما نعرفوش الداخلية، راح يولي ويدافع على قضية المليار وبلي راحت في حاجة مهمة جدا وكذا، ولو انها مش هم المهام تيعو يحكي على واش دار الرئيس. ولكن معليش ولفنا به، ربي يطول في عمره، خلي معليش كي واحد كبير هكا تقول له علاش معليش كمل برك ماشي مشكل، ما ملوموك سما الله غير واحد كي يكبر سي كومسا ربي يطول في عمره على كل حال. لكن ما زلنا في 3 مواد، قلنا الزيت الحليب والسميد. السميد تسمى هذا وجه جديد دخل قبل رمضان، دخل باش يحطها في الجول كما يقول سي حافظ الراج، دخل تما دارت السميد. ندب على السميد انا نعيط، انا سقسيت جماعه في عنابه قال لي يا ولدي راك تقول علينا عدينا على حرب خير هذوما. طبعا الناس اللي يشوفوا باللي الجزائر القاره اللي تعاني من الحليب والزيت والسميد، ومن بعد نشوفوا البصل ودرك نزيدوا نشوفوا المواد واللحم وكذا، ماهيش تمشي في طريق الصحيح. ربما الاخر اللي يمشي في قاعد يشوفها ماشيه بيان ان شاء الله يتصلوا بنا ويفهمونا بادب واخلاق وعلاه تشوفها ماشيه بيان، كيفاه تشوفها. اما المواطن الاخر يشوف يا ولدي الحليب وحرمونا منه، البصل اللحم يعني رانا. هذه يعني نقطة مهمة جدا، وهذا هو الموضوع اللي قلت نبدأ فيه قبل ما نفتح الهاتف نزيد ونشوف. على كل حال ملخص وش قالوا النواب، لأنه النواب ما زالوا يسألوا في الحكومة، لأنه احنا سمعنا يعني باللي النواب أبارما يمثلون الشعب وقاعدين يقولوا للناس للجميع وش قاعد يحس الشعب. تفضل أخويا المخرج نزيد ونسمعوا هذا الفيديو ومن بعد نفتح المكالمة. تفضل سيدة الوزيرة، كنت يوما ما هنا نائب وقلت أن الشعب ما راهوش فرحان، وأن اليوم أبلغك سلامه الحار وأنه ليس بخير طالما أنه ينتظر في طوابير الحليب وشهر رمضان على الأبواب، وأنه ليس بخير طالما أبناؤه يعانون البطالة، وأنه ليس بخير طالما المخدرات تدمر أبناءه. وعليه السيدة الوزيرة، كان الشعب ما راهوش فرحان، أصبح النائب البرلماني اليوم ما راهوش فرحان بسبب الممارسات التي تمارس عليه من بعض الوزراء، وأقول بعض الوزراء. كيف نرجع ثقة الشعب مع الحكومة سيدة الوزيرة والمواطن اليوم ما زال ينتظر في طوابير طويلة لأخذ الحليب، ما زال يبحث عن الزيت، ما زال يبحث عن السكر وغيرها من المواد الاستهلاكية، ونحن على أبواب شهر رمضان الفاضل إن شاء الله.
كيف نرجع ثقة المواطن في الحكومة والألاف من أصحاب العقود المنتهية ينتظرون، أصحاب الأعوان المهنيين المتعاقدين في مختلف القطاعات، أعوان الإدماج المهني في القطاع الخاص، أعوان محو الأمية، المقصيين من منحة البطالة، أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة، الأمراض المزمنة، احتياطي الأسد وغيرها من المواضيع التي تطرق لها جل النواب في أسئلة شفوية وكتابية لم يجب عليها الوزراء إلى حد الآن. كيف نرجع ثقة الشعب بالحكومة وأبناء الجزائر اليوم يعانون البطالة، يعانون من السكن، يعانون من الآفات الاجتماعية والمخدرات؟ والسؤال المطروح سيدة الوزيرة، أين دور الحكومة من كل هذا؟ نقص مادة الزيت في تينمشان وبالعباس وغليزان و و و و و روح شوفهم، مش يجي هنا ترد على النائب تقول اسحب كلامك. ما يسحبش النائب وما يسحب لا أنا لا النواب، وانت لما راكش عاجبك الحال فلي كعبة الرحمن رب يحميها تربح غالة حلوهم الحمراء. وزير الفلاحة، وزير التجارة، ورحنا الأمن فتكون نحضروا على 230 ألف اليوم 220 ألف، شكون اللي يشري اللحم؟ النواب وما يشريوش اللحم اللي مرة متهبينه بلي يخلصوا بزاف ما يقدروش. 220 ألف لحوم البيضاء شحال راه دير 50 ألف. في البداية والله ترددت، كنت في آخر دقيقة راح نسحب، لكن الشيء اللي خلاني نقول واللي خلاني نجي نتكلم هو والله غير راهي غايدتني الجزائر، والله يا جماعة والله غير راهي غايدتني الجزائر، قلبي راهو يوجع، راهو التعمد في الخسارة وفي الفساد، راهو التعمد في تكسار مسار الإصلاحات للجزائر. أي خيرات كبيرة قادرين نعيشوا كيما نحبوا وهذا الشعب يتمتع، وعلاش علاش يعني مسؤولين حكومة عوج كبير؟ راهو لجان استعلامية جابت معلومات، احنا نزلنا شفنا راهو خراب كبير، وعلاه مناش حابين بلادنا؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. علاه هذا الخراب في الجزائر يا خطي؟ علاه؟ طبعا لما يحكوها قادر نحكي وحنا نفس الشيء، يجي واحد يقولك علاه تسبوا في بلادنا، فتقول له هاني جبتك هو واش قال، او قال باللي البلاد راه فيه خراب، هو البرلمان يخدمته يعس ويشوف الطوابير، النقص، الندرة، المخدرات، البطالة، التهميش، ها والواقع قاعد يتكلم يا خوتي. ما انا قاعد نقول لك واش قالوا، كي الناس سمعت راح ان شاء الله يديروا مسيرة شعارها تحيا الجزائر، تحيا الجزائر ميل فوا ان شاء الله الى ان تقوم الساعة. بصح سنمبش با كل حالة الوضعية راهي في خراب، احنا هذا هو اللي يهمنا، احنا الشعارات وهذوك ماشي مشكل، احنا كل بلاد كل شعب يتفاخر ببلاده وكذا، ما عندنا اي مشكل، وتحيا الجيش وتحيا شنقريحة وتحياهم وكل ان شاء الله ماشي مشكل. احنا مشكلة انه الشعب ليوصف في هذا البرلماني والحالة اللي يعيش فيها الشعب راي فيه خراب، راي ناس غايضتها الجزائر. هل انت مش غايضتك الجزائر؟ هل راح تبقى في هذا الوضع؟ معليش احنا رايحين التغيير، هم 3 سنين شكار حلي ما تغيرتش، بس شرينا سلاح، شرينا سلاح وشرينا طيارات ونفتخر، بس هل هذه نقصت من معاناة المواطن؟ هل الطيارة اللي شريناها قدرت تشفي هذاك المريض المسكين اللي قاعدين يلمولوا بالدور باش يديوها تركيا يداوي؟ هل الطيارة فادت هذوك المئات اللي قاعد نشوفوهم في الفيسبوك مساكن يطلبوا في الصداقة مساكن باش يديوهم يداويوا في جهة أخرى؟ خطك في بلادهم ما كانش مستشفى، أما خير مستشفى خير ولا لا؟ هل الدول اللي تعطاها أنت مليار دولار تستاهل أكثر من الشعب مسكين المطيش؟ الشباب الحراقة اللي والديهم ساكنة مشكي وفركتوا عليهم في تونس وفركتوا وين توضروا ولا ماتوا ولا حيين ولا كذا، هل ما كانوش أولى بهذيك تعطيه استثمار مشروع تحفزوا دير له فورماسيون؟ لا نمدوا مليار الأخرين عنا أسبابنا. هذا هو الشيء اللي حبينا نتكلموا عليه، ولكن موضوعنا يبقى هذا الوضع الكارثي وغلاء الأسعار مع قدوم شهر رمضان. حنحاولوا كما الإخوة نشكرهم في التكنيك حطوا الهاتف ونبدأ نستقبل مكالمات الناس اللي مال فبرك تتصل ولا اللي تصلت قبل يخليه شوية دالة للأخرين. بارك الله فيكم، تفضل أخي المخرج. أبو مروى، مرحبا بك أبو مروى، شكرا للفريق. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. الجزائري
فنصفه يقول الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا منهم إن شاء الله أنت وأنا والسامعين إن شاء الله أجمعين. لا يحرمنا كما يقول لك من رضا الله. والله يبعد علينا سخطه، والله يبعد علينا طريق سخط الله. والمرء مع من أحب يوم القيامة. خويا لطفي هاد البرلمانيين في الحصة اللي فاتت تكلمنا عليهم وعطيتك راينا بلي هاد الناس هادو ما عندهمش مصداقية كاع. الشعب واحد ما يسمع لهم، أم بيناتهم واحد يهضر تما يعني يكذبوا، تما الشيء اللي قالوه يكذبوا تما كلام فارغ ويصلي ويخدم مصلحة ما. دوك أنا اللي تهضر لي على الزيت وتهضر لي على الحليب، هضر لي على سجنة التسعينات، هضر لي على سجنة الحراك. الإنسان أولى الأولى إنسان مش كراحليب بدون زيت. أنا كي خصني زيت نطيب بالزبدة ما فيها باش، نغلي بالماء. مسح هذاك لو في السجن هذاك مسكينة وجاب دول العامل 31 سنة، هذاك أولى من شكارة حليب بدون زيت. والمختطفين والناس اللي راهي مرمية في البحار مدفونة دوك ما ليهم على بالهمش وراهم مسكموتة ولا حيا كان، هادو الملفات هما أولى اللي يدرسوهم من الزيت والحليب. ملفات كما يقولش كاش يقولوا لها كاش يقولوا لها عندها واحد الكلمة الأولوية ليهم. هذا من شرع الله ولا من قانون الدولي؟ أتقطعت أخي أبو مروى. يقول أبو مروى باللي البرلمان يهتم بالحريات والحقوق والعدالة أولى من الحليب والسكر والزيت إلى آخره. هذا من وظائف البرلمان. عيب أنك تدخل البرلمان تجي يحكي لك على الزيت والسكر. أورك البرلمان أصلا دار من أجل الحقوق والحريات والتعبير وضد الاضطهاد. شكرا لك يا سي أبو مروى. نزيد مكالمة أخرى. أم مريم سير. حسين بودواب. حسين بودواب والسلام عليكم يا سي حسين. السلام عليكم الأخ وفي. مرحبا بك. لباس سي حسين. والله الحمد لله. وش راح نقول لكم يا وفي، هذا النظام من أول يوم وصف للشعب بالعصابة كما كان يحكي قايد صالح، ومن بعدها ولا يقولوا عصابة شير ديما وكلش. وفي الاخير ما واش نستنتج لنا انا كيزيدوا على الزيت هم يطبقوا علينا سياسه الارض المحروقه اللي طبقتها فرنسا في الخمسينات هم يطبقوها الشعب الجزائري. هذا ما كان، هذا والله ما عندنا حتى خير في النظام هذا، خاطر هذا نظام غبي وفاسد وقاتل وظالم وكذاب، وهجر الشعب، هجر الشباب، قهر الشباب، قهر كاع في كل مجال، قهر الشعب وقهرنا في كل كما يقولوا في كل مجال وفي كل انواع. ما خلاناش نعيشوا هكذا، ما خلى حتى كما يقولوا فئه تعيش آلاف اللي راه لاباس به. وعلاه في رايك حسين نفترض انه نظريه صحيحه في رايك، وعلاه يعني كرها في الشعب؟ والله ما انا بك كيما عم بكون قاعد نخمم انتقام عليه ينتقموا منا، كره عليه يكرهونا. ما فهمتش انا، ما تحس ما عندهم حتى جنسيه جزائريه ولا ما عندهمش بصح. هذا كاع انت كانت تخرج لبرا الحمد لله انا خدام ولاباس بيا وكلش، تخرج الشعب والله العلي العظيم عندنا مرتي في بودو وتشوف الناس واش تبيع. والله تلقط الخضرة من هذاك ديشي طلبته لي ولا بس به وخدام ما يقدرش يشري. الشعب ولا يتلاوى حظك ما خلاص والله غير أزمة على الشعب مليح مليح. شكرا لك يا سي حسين. شكرا لك سي حسين. ما فهمش وعلاه كل هالتهور، بالك انكومبيتونس، بالك ما عندهمش كفاءة، بالك مخلط عليهم بزاف، بالك هم يحبوا يجتهدوا منية صافية وتخلطت عليهم، بالك الله أعلم. هذا يمكن احتمال من الاحتمالات. زيد اخويا المخرج علي. خويا مشلف سلام عليكم يا سي علي. سلام ورحمه الله خويا لطفي. واش راك خويا؟ مرحبا بك. لاباس اهلا وسهلا، راك على المباشره سي علي. الله يسلمك خويا، راكم لا باس الحمد لله. شوف يحفظك خويا. شوف خويا لطفي، جيت بغيت نحكي على صحاب الدياليز. وي اسمع بيا. نسمع فيك. أني خبرتك على كيما أنايا عندي بنتي عندها اليوم عندها 13 يوم كوما ينعاش. سبحان الله. سمع بيا في عمرها 12 سنة. مازال يبحثوا، راهي يبحثوا تحاليل للخارج
في هذه البلاد، البلاد كما الجزائر، تحاليل يروحوا للخارج مازال انا قالوا التحاليل 12 يوم مازال ما لحقوش التحاليل، قال لك يروحوا للخارج باه يجوا كامني كيفاش تحاليل تاع تاع الدم تاع وش يعني تاع تحاليل تحاليل راحوا للخارج اخي راه يداوي هي ولا قاعدين يديروا ضروري هي راهي كوما راهي انعاش قال لك راحوا طيارات الخارج تحاليل راحوا للخارج قالوا لهم حتى كي يخرجوا الطيارات جونا من الخارج باش نعرفوا واش نعطوا لها الدواء وهاد الحاله واحد والناس كيفاش تعاني والناس كيفاش تخلص تاع دري صغار هذا صابو ديال هذا تاع دياليز تاع دري صغار ماشي كبار صغار هذا كيفاش يعانوا كيفاش يخلصوا كيفاش مغبونين كيفاش الناس تكون تشوف الناس كيفاش بدات عيارات خاصهم الناس كيفاش يطلبوا باه يديروا باش يشوفوا الدواء تاع 12000 و 13000 12000 ما عندوش باش يشري الدواء تاع 12000 البرا ما عندوش باش يشريها الناس راهي تخلص راهي تبكي الناس راهي تبكي راهي كما يقول لك شوف العدو نشوف العدو انا نشوفو فيه والله يدينا ان شاء الله والله يستقيم البلاد ويوسع العباد ان شاء الله ربي يعاونكم خوتي والله يدينا معاك انت يا خوسي علي والله يا غير يعني ثم كثر خيركم الله يا ربي هذا شكرا لك ربنا عندكم وكثر خيركم وبارك الله فيكم شكرا بارك الله فيك هذا متاع الدياليز يا خوتي والله معاناه ما فهمتش هما تانا من بين الفئات اللي ما يحكيوش عليهم علاه من بين الفئات اللي والناس حاصلين انا اخويا المخرج اذا لطو نهضر اذا تكرمت يعني الفيديو رقم 13 حضره لي في ساعه لانه يحكي يعني بارك الله فيك يعني هذه قضيه السبيطارات والله يا خوتي ما فهمتش كيفاه سي تبون لما جاء عملوا أول دوسيه لازم تبدأ به هو الناس المريضة أمراض سبيطارات الصحة تخيل هذا البرلمان يحكي لنا على المنحة يا خوتي تاع للفقراء مساكن اللي رمبورسيوها زعما كي تروح أنت للطبيب ولا عندهم أطفال مرض تفضل خويا المخرج المحنة الأخرى المنحة منحة الأطفال لوكاسيون فاميليال 30000 و60000 بالله عليك قول لنا هي 30000 ولا 60000 برك في الواد ولاية المغيرة خلصوا 30 الواد 60 أسعى سيد الوزير ودير عليها هذه علاش واحد يتبع في التعليمات تاع وزير سابق لداعي لذكر اسمه في سنة مش عارف هي كلها من سنة 85 84 94 وكلها قضى عليها الدهر من الضروري تحيين هذه المراسيم وهذه القوانين تحيين نتاعها والله من العيب كي نلقوا احنا بلي رانا نمشوا بقوانين كاملة تاع الضمان الاجتماعي والمراسيم 83 87 91 يا ودي في القرن الاخر لا انترنت ولا عولمه ولا تتبدل الظروف كل 10 سنوات تتغير وتحين المفروض ما بالك احنا رانا في 40 عام تعويض تاع العلاج الطبيب 5000 جينيراليست وسبيسياليست 10000 بالله عليكم كاين طبيب يعقب ب 10000 ولا 5000 200000 اليوم ولا 150000 اعطوا الناس حقهم الله يبارك فيكم راهم يشوفوا تقول لا في الزواوله تاعكم الموظف ولا ما عاد عارف عنده معركه مع الشهريه تاعو كي تدخل الشهر اسبوع ما يرقدش في الليل يحكم القلم مسير خلص الدين منه وترسيتي لا حبس انيلي المراه مريضه خلنا عقبوا لها الشهر الجاي حتى مرته ولده عاد ياجلوا حتى مريض يقولوا ما نقدرش نفوت لك فيزيتا عاونوا الناس هذو من الله يبارك فيك سيدي الوزير شفتوا سمعت طبيب يعطيو لك 5000 نعم 5000 مسخر بيا جينيراليست 5000 و10000 سبيسياليست يعني استهزاء تعطيني 5000 ما تجيش حتى تاكسي حق مداها لل فما بالك لي زاناليز ودوك المشاكل ولك التمرميد هذاك يعني تحير كيما قال الاخ هل تكرهوا هذا الشعب كون جات الدوله ما عندهاش كون جات تبون يخرج للناس سمعونا خاطي ما عندناش صوارد أو السيد يخرج هك صدره مخرور مدينا مليار للإفريق نعم مليار دولار وشعبك أو عنده 5000 تاع الطبيب باش كي يدرم كيف تخمم كيف تخمم هذا أولى الأخرين ربي ينوب عليهم إن شاء الله سنة نمنع شعبي أنا شعبك غارق قاعد يتعذب ولاده قاعدة تموت كوما كانش حتى ليزاناليز في بلادك وانت تمد مليار مليار نقدر نحي منها شويه نديروا لابوراتوار هذاك تاع لي زاناليز اوليو اللي يروح
لفرنسا ولا ما نعرف وين باش يديروا لي زاناليز ويرجع نديروا سو لابوراتوار في شلف ناحيه سيدي 1 مليون دورو 1 مليون دولار سيدي دير احسن لابوراتوار في افريقيا 1 مليون دولار هو مد مليار راحوا هك شافوهم الشعب الجزائري يطيروا راحوا الناس الاخرين والناس الشلف ولده ولا بنته اي في الكوما لازم لي زاناليز ونبعثوها في الطياره والطياره تروح فرنسا والسنه يديروا الاناليز ويبعثوا لنا الريزولتا باش نديروا التشخيص باش نعرفوا واش نمدوا دواء. يعني والله كما قال الاخ هل تكرهوا شعبكم؟ احنا نسالوا برك ماناش نتهموا لانه اللي يحب شعبه ما يترددش، انسان اللي عنده ولده مريض ينحاها من لحمه بلا ما يخمم ما يترددش. فما بالك كنت تسمع بدك الانسان يروح يتبرع للناس اخرين ولاده ضايعين كيفاه تحبوا ما نشكوش في هذه السلطه. بعديك يجيك واحد يقول لا تحيا الجيش يا ولدي ماهوش موضوعنا ويبدا يسب ويبدا فتقول يا ولدي ماهوش موضوعنا. قاعد نقول لك باللي علاه تروح سوارد منا ما تروحش للشعب برك ها وهذا قاعد يقولهم يتقوا الله ولو انه برلماني ما نشنا في حصه دينيه اخدم خدمتك نورمالمون علاه تتمسخر بيا امراه عندها ولادي ولاد تمد لها 30,000 على الطفل 30,000 تما ديكية تكفيه مصاريف شهر 30,000 حلوه ما تجيبهالوش 30,000 درك حلوه ما تكفيهش في شهر او جاي رمضان باش يشاهز لبية ولا تشراها واش دير بها 30,000 الدوله تعطيه 30,000 ويخرج تبون يقول لك مدينا منحه للمراه اللي عندها اطفال هي مديته بس حي 30,000 انا قلت لكم مديت ما قلت لكمش قداه كما قال لك هو علاه دول اخرى في 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 الضفه الاخرى راهي 600 اورو تدي يعني تقريبا على الطفل وكانت تدي 400 600 700 سا ديبون وغدوه فرنسا راهم دايرين كراف باسكو ما كفاوهمش وقال لك المعيشه غلات دونك لازم تزيدوا في كلش احنا 30,000 ويقول لك لا والله راح نزيد ندير مسيره باش نقول له يعطيك الصحه وشكرا لك وربي يحفظك وزيد كمل هكاك وخليه يخدم. اون توكا نرجع للمكالمات يا اخي المخرج اسمح لي هذا كي يحكونا شلف حكا بركه على بنته المريضه ربي يجيب لها شفاء شيخ نتمنى انك تبعت لنا صوره وتصويره ولا حاجه بها على الاقل يعني ربما الناس تدعي لها الناس كاش ما تدريش العبد يدير الاسباب انت اعطينا معلومه لانه كاين بزاف كاين بزاف من الحالات هذه. تفضل يا اخي المخرج مراد من بومرداس. السلام عليكم خويا مراد. السلام ورحمه الله. السلام اخويا مرحبا بك معك لطفي راك على المباشر في المغاربيه اخويا العزيز. الله ينور يا اخويا لطفي حبيت نسقسيك برك ما تزعلش عليا مالك. لا لا مرحبا اخويا مراد مرحبا. صحيح شوف لطفي يا حبابا قول لي المغاربيه وقتاش بدات؟ والله انا كنت في البلاد وقت قبل ونشفع لها كانت تلعب وقت كان 6 سنين ولا 7. تفضل تفضل لك عندك حس كبير وعياط يا خويا الدراري ما رقدوش وقيل. لطفي روح تفضل اخويا روح. هاد البلاد هذه والله ما تسقم والله. يا مراد ما تحلفش يا سي مراد. والله ما تشوف عندي خويا عندي خويا معوق عندي خويا معوق 300,000 وجاي رمضان واش دير له 300,000 فهمني واش دير 300,000 معوق وبولاده وزوج هل ما يخافوش ربي اقسم بالله غير 300,000 300,000 معوق هاي قريب جينا لا جورني تاع لونديكابي ما يتفكروناش ما با والله ما نتسقموا عظمت بالله يا لطفي كيفاش في البطاله يدي 1.5 مليون وني مريض الله غالب عليه 300,000 هيا فهم حاجه اعطي 1.5 مليون المعوق هذا تعطي له 300,000 ما تحطوش قهوه ويقعد من بكاء على الحيط ربي يجيب الخير ان شاء الله والله يهدي ما خلق والله امين امين معوق. شكرا لك صح 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 ربي يسر الله ينورك شكرا لك والله شكرا لك ربي يحفظك
هذو هم الاسئله اللي تمنيت انا الصحفيين يمدوهم التبون. والله يا خوتي تمنيت، وعليه صحفي والله تمنيت يعني يسمعوا حتى حصه من الحصص ويسمعوا هكا كيفاه تعطيه 300,000 يا خوتي العزاز، كيفاه تعطيه 300,000 والاخر تعطيه 100 مليون دولار هبه. حتى انا والله كيفك اخويا مراد غير حاير، والله ساعات نحبها كان نتفهمهم غير حاير. على ذكر المنح برك اسمح لي، يعني على ذكر المنح خويا المخرج نزيد نهبلك معليش فيديو 12 كان تقدر، يعني هذا المنح راهي محنه كبيره ما فهمناش كيفاه يمدوا فيه، والله ما فهمنا. بعد يقول لك مدينا منحه بس هكي شغل ما مديتش. اذا راك واجده المخرج تفضل من فضلك. المنحه الاخرى تاع الزوجه قبل ما تجيب الاولاد تدي 5 دنانير 500 فرنك المنحه. كاش المنحه 500 فرنك ما عادش عندنا درك 510 دور، وال 10 دور ما كانش. شباب صغار معنا هنا برلمانيين ما يعرفوهاش ال 10 دور، وما زالت 550. باهي، وكي تجيب الاولاد تدي 60,000. هما كلاهما دمار الاثنين، 60,000 ما تجيبش كوش. الساشي تاع الكوش 104,000. الناس راهي تدي في 200 يورو 300 يورو المنحه، وحنا رانا مازال في الدينار 100 طراك و10 دور. شفتوا اخوتي صدقوا ولا لا؟ المراه البيت تدي 500، ماشي 500,000 100 فرنك و100 فرنك و100 فرنك و100 فرنك و100 فرنك 10 دور كيما يقولوا. كما قال هو حتى ال10 دور كان الناس صح ما لحقوش عليها، لا الدور ولا الربع دور تاع الرقاده، لا الدور ولا بيض، لا الفرنك اللي نص تاع الدور. يعني خمسة دنانير، راك متصور 510 ونعرف قداه، وقالوا 10 دور ولا نعرف قداه، راك متصور تتمسخر بيا؟ بصح تبون وعد وقال نعطاها المرأة الماكلة في البيت. المرأة هاو عطاها ودي 500 بياسة، يعني كون تروح لابوست وتسقسي وما فيراوش راحت 30,000 تما راهي تولي مديونة على جال هذيك، ولا راحت 10,000 ولا تولي مديونة. احنا كنا في الجامعة كيفيري ولنا لابوست هذاك تاع كل 3 شهور ولا 240,000 في الوقت هذاك، تروح لابوست ماذا بيك تسمى تسمباتيزي معاها باش تشوف بلا ما ينحيو لك وتقول لك اسكو فيرا ولا لا. سينو تروح لك دا. تروح لك حق ما شافت راحت لك 10,000 ولا من الوقت سا ديبون كو دركا وين وصلت. فتخيلي يعطيها 500 واش تشري بها؟ صدق او لا تصدق. هذاك يخونا هدر برك سي مراد، ربي يكون معاكم يا خويا مراد وربي يفرج. نواصلوا اخويا المخرج في المكالمات اسمح لي تفضل. عمار السلام عليكم. الو السلام عليكم. مرحبا بك سي عمار، اهلا وسهلا. اهلا لطفي، واش راك صافا؟ لاباس سي عمار، ان شاء الله تكون بخير. الله توعشك يا سيد حال بزاف، انا نسيت قريب عام، قريب عام ما حكمتكش. الحمد لله كتبت سي عمار. الو انا نسمعوا فيك سي عمار، عام وانت تسنى يا تفضل قول احنا نعطيوك لوجمون على ضيال اخوي تفضل. ايوا تبون عمك واش يقول؟ يقول لك لازم كي توصل 40 سنه تموت، ما نخدمكش ما نعطيكش صوماج، توصل 40 سنه لازم تموت فهنا بالزايد، ما نخدم ما نعطيكش خدمه وما نعطيكش صوماج، فهذه تروح تموت. واش يا لطفي؟ تفضل سي عمار تفضل. عوا عيطت لنا اخويا عمار، عوا اتصلت بينا. ايه قلت لك تبونا ورجعوا 40 سنه لازم تموت في الجزائر، ما يعطيكش خدمه وما يعطيك صوماج، الخدمه ما يخدمكش والصوماج لا فات الصوماج خلاص. لازم تروح تموت من 40 سنه تموت، ولازم تكون بصحتك ومش هونديكابي وما تكونش امراه، خاطرك يعطيك 5 دينار المراه 30 سنه ولا لا ما تجيبش تقطع لا لا تقطع الحار 30,000 واش دير في 30,000؟ ترونسفورميك كاين تروح تخدم، كاين بلاصه تروح تخدم ترونسفورميك فيكش 30,000 هذا والله. صح صح. شكرا يا سي عمار، حتى احنا نتساهلوا، شكرا لك، ربي يحفظك يا سي عمار، شكرا لك. نزيدوا مكالمة أخرى خويا المخرج. شوقي من قسنطينة، مرحبا بك خويا شوقي. خويا والله يا الأول سفرا من القناة. مرحبا خويا العزيز. عندي بعض الأسئلة حبيت نطرحها.
مرحبا، لكن يعني ربما تفيدنا كل مدابين اخويا شوقي، ربي يحفظك. تفيد المجتمع تاعنا وتفيدنا بكل بكره، انا مضرين في الامر هذا. درك الله يحفظك، تفضل. زياده الاجور هذه الاخيره اللي زادوها، زادت الدوله. هذه الزياده تقول لك يعيش المواطن بسيط، بالعكس هذه الزياده اللي قالت الناس اللي لاباس بها. الناس اللي سلات الحسمه اللي سلات الكراد طالعين في الكراد هما اللي زادوهم بزاف. واللي ما عندهمش الكراد هما اللي عطاهم عطاو لهم 300,000. وثاني حاجه كاين بعد يقول لك حنا دمجنا الشباب. الشباب هذا اللي دمجوه في في ادماج هذا الشباب في ادماج هذا والشبكه الاجتماعيه هذا مساكن ضاربين حياتهم بكل 20 سنه واحد خدام ومن بعد يدير له بوست ويقولوا لك 20 سنه هذيك اللي خدمها مسكين ما يسلك عليها ما يدي والو ما يدي رافال عليها ما يحسبوا له لا فلان ولا ثلاث واحد ما هضر عليها لا رئيس لا النواب لا حتى واحد ما هضر عليها 20 سنه هذيك راه الشغل في هذاك دوك 50 سنه زيد يخدم 5 سنين في الشبكه في 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 البوست يعطيه له يخرج دارو ثلاث يخرج ب 300,000. صح صح سي شوقي صح. هذه هذه بكل والله مشكل كبير. تلقاه جان صغير يدخل يخدم ولا 20 سنه يخدم 14 سنه ولا 15 سنه ويخدم في الشبكه يدي 300,000 ومن بعد يعطيو له فلوس يولي كيما العبد. قداش يزيد يخدم ويخرج للتقاعد. هذا خويا لطفي وانا اول خطره نتصل بكم ماذا بيا النداء هذا يوصل السلطات هذه اللي واحد ما هو على باله بها. شكرا لك يا سي شكر شكرا لك. لا الناس سحابة السلطات مش مهتمة، يهتموا غير بالرقم. رانا ادمجنا 90,000 ما نعرف فيه بصح حطيتهم في دي بوست يعني لا نحي الحشيش كيف كشفنا الاخر اللي بعثت ورقه ديك ينحي الريش تاع الدجاج ونحي سيده وخادم 20 سنه واللي عندهم ديبلوم يقولوا تنازل على الشهاده تاعك باش ندخلك ما نقدرش نخدمك بالشهاده تاعك ما نقدرش نقول لك انت انجينيور روح نحي الحشيش ما لا تنازل قول انا ما عنديش شهاده ونحطك قال واش مسكين هذا ما قراش هذا ما مستواه تاع قال واش الله غالب مكتوب هذه واش حاب يفهمنا خونا شوقي هذو تاع الادماج اللي ديما نجيبوا الوقفات اليوم ما جبناش ولكن نوعدكم غدوه كيما مالفين راهم ديما الشبكات الاجتماعيه وبي دايس والعقود المنتهيه وهذوما كل رانا نورمالمون شاك فوا نجيب ولكن اليوم ركزنا على الاسعار على ديك حاب نرجع تيان باش ما ننساش روحوا كيما قلنا بعد ما 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 وجايها رمضان نشوفوا شويه المرشي واش يقولوا الناس اللي يبيعوا في المرشي. تفضل خويا المخرج فيديو رقم 4 الله اعلم مع الخلوطه هذه. يعني الاسعار بيني وبينك ما اسعار غاليه بزاف وارتفعت كما نقولوا بشكل فجائي مور ما كان الدجاج بسومه تاع 28 25 26 طلع حتى 45,000 هذو بداو يتنفس ولا 40,000 بزاف خويا العزيز قدر المعيشيه ثاني راه شويه شويه واحد ثاني كيتفاهم الوضع تاع المواطن كما نقولوا اللحم العام اللي فات الله يبارك الغنمي كان 140,000 وكانوا يقولوا 80,000 اللحم يتباع في الاسواق كان 140,000 طلع حتى 240 على كل حال انت تفهم تانيك المواطن ما يكونش اسعار هادو ما يكونوا مناسبين له مع الغلاء تاع الاسعار وارتفاع الاسعار اللي صار لنا وارتفاع سورتو اللحوم البيضاء رانا فيها حنا تانيك حيكون اقبال متوقع اذا كمل بالريتم هذايا حيكون اقبال ضعيف. شفتوا خاوتي هذا يعني قناه راهي من الجزائر وهذه تصورت اليوم وها في المرشي اليوم مازال الحم 240 اختار حتى لا حنا نحبوا هكا يجي البابور نبداو نفرقوا يطيحوا لي بري ضربه واحده تسيير عشوائي كانش يعني وهذا اللي شراه تما اللي شراه دركا بالسومه هذيك غدوه هذا اللحم اللي يكون غدوه تجي مثلا او جا ستوك قداه يبيعوا هذا اللحم اللي شراه هو غالي كيفاه يدير هو ندوا له مضاربه دخلوا الحبس اعطيه مده هبدا من درك جا اللحم ولا ما جاش مازال ما عم بان حنا نستناه واش تستنى وقتها لاضات باش يبدا اللحم يطيح معاه وكيف قال لك العام اللي فات قالوا لنا 80,000 ها هو تما تباع ب 140 العام هذا ربي يستر ها والناس حاصلين وعلى فكره حتى يعني في الخارج يعني رغم الناس يشوفوا ويسمعوا على الجزائر ولو يضحكوا على هاد المسؤولين والتسيير العشوائي تاعهم شفت انا كالعاده الحصه تاع جو ومادابيا كي
كل ما نسمعك كيتكلم عن الجزائر نحب نعرف رأيه وكما هما يشوفوا نروح نضربوا طلة ونرجع لها. تفضل خويا المخرج. لما سمعنا وزير الداخلية الجزائرية ورأيه في انفلات الأسعار اللي بيحصل اكتشفنا إن حرفيا وزير الداخلية الجزائري هيودي الجزائر حتة تانية. أنتم تعرفوا الشيء اللي قام به السيد الرئيس الجمهورية في ظروف صعبة ولكن في ظروف وجيزة احنا الحمد لله اليوم بسياسته الرشيدة الوجيهة بحنكته جعل المواطن ما يعيش الحرمان هذا والشيء اللي يبحث عليه يوجد الحمد لله. مش ما رأيكم اللي هنا نعيشوا الشيء اللي رأي ما يعيشوا فرنسا في ألمانيا ولا في إسبانيا ألستيح في الشوبر يبدو بالبرد اللي ربما عندهم الناس اللي يعرفهم ليه راهم يتمردوا راهم يتمزلوا تروح الاسواق تاعهم راهي خاليه. يعني الحمد لله ما خلاش المواطن يتمرد كما راهم يتمردوا في بلدان اخرى. ألف حمد وشكر يا جزائريين إن أنتم ما بتتمرمطوش زي المواطن الفرنسي والألماني. لو أنت عارف يا وزير الداخلية الجزائري ليه في مواطنين جزائريين كتير قوي بيهاجروا لفرنسا وألمانيا؟ صح برافو عليك غاويين مرمطة. أحمد ربنا يا مواطن يا جزائري إنك بتلاقي السلعة هي غالية مستحيل تعرف تجيبها بس صدقني روح كون مستقبلك ارجع السوبر ماركت هتلاقيها مستنيات. اختار يا مواطن يا تبات من غير عشاء يا من غير غطا زي بتاع أوروبا. بص كده بص على مخيمات اللاجئين في مدريد ولا في باريس على محدود الدخل في سويسرا بص على دكة نادي روما بص يا عيني غلابة ازاي. شفتوا خات وزير الداخلية قال لك بفضل الحنكة تاع الرئيس سي تبون ما خلاش الشعب يتمرمد. يعني راك تقول له راك سيريو صح النيوفليرين ملاحة شوية لعبت الغبرة يضرب فيها بروسة ينحي الغبرة شيء في حدود المعقول كيف ما خلاش المواطن يتمرمد عمكش بلي المواطن مرمد في حالة مسكين. المواطن راه مش غير مرمد مسكين راه يبكي دم كما يقولوا على الشباب عليه حارقه الوقفات عليه دايره المرشي عليه فارغ واش كان يحضر السيد ما خلاش المواطن يتمرمد. صدق او لا تصدق جبنا لكم فيديو عندها يومين يعني على في باتنا تاع السميد هل هذيك تمرميده ولا ما تسميهاش تمرميده. حط لي المقطع من فضلك اخويا مخرج. قوم المجاعه الفارقة ياكلوش دقيق يموت الفارقة صوركم انا هنا تاع بخاي جزائر يا مسكينة مشاعة رجل سميث. شفتوا يا خالتي شفتوا هذه مش هتمرميده يا سي وزير داخليه هذه بفضل كما قلت انت الحنكه والقياده الراشده تاع سي عبد المجيد تبون هام واقفين الله يبارك كون غير جابوا امام لو طون يوصلوا راهم يصليوا التراويح على الاقل ربحوا شويه حسنات هنا مربحين والو غير البرد وشويه شموسات هام واقفين هام شوف 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 ودوا في البيوس السيدي يصور ومليه خلاص لاشين تاع النساء تما دوبل تمرميده تما باش نكونوا احترام باش ما نفرقوش بين الرجل والمراه لازم الرجل يتمرمد ولازم المراه تانا تتمرمد هذه عيطوا لها الحكمه والسياسه الراشده تاع سي عبد المجيد تبون لانه يحافظ على حقوق المراه باش مش غير هي تتمرمد حتى زوجها راهو يتمرمد في لاشين ومن بعد نشوفوها هكا ونقولوا الفيديو هذه استعملوها الجيران باش يسبونا ويضحكوا علينا بصح الفيديو هذه شكون سبابها شكون يخليها من مرمدين كيمك شكون الحكمه الراشده هذه اللي وصلتهم مساكن واقفين عجل السميد هذا هو وعليها تغيضنا الجزائر عيب بعد 3 سنين بين قوسين من جزائر جديده ما زلنا في ممارسات اكثر من القديمه فهذا سابروف باللي هذا الفيديو باللي با شانجمون هذا فشل هذا تسمى يعني قطاع ساهل قادر وزيد اكيد انه المواد متوفره لكن سوء التسيير. حنرجعوا شويه للمكالمات باش نبقاو في هذا الاطار يا خاوتي وباش تعرفوا باللي كما قلنا كان مجموعه كبيره تشوف باللي الجزائر للاسف راهي رايحه كما قال جوش هو ذاك قال اكوتي راهي مشها في الطريق الصحيح. ربما واحد اخر كما قلنا يشوف فيها ماشيه قد قد يقدر يتصل بنا السكايب تاعنا ولا على الهات. تفضل اخويا المخرج. جمال من تلمسان السلام عليكم سي جمال. السلام عليكم خويا لطفي.
مرحبا بك، اهلا وسهلا. اهلا بكم بطاقم المغاربية وربي يحفظك. شكرا لك. بغي نوجه لهذوك البرلمانيين سؤال، هاك معايا؟ مليح مليح تفضل. هذاك البرلمان اللي قال فيه تبون ما تهمنيش نسبة المشاركة انتخابات البرلمانية. ياك يقولوا لنا ويطرحوا سؤال المليار دولار اللي مشات يطرحوا له مباشرة رئيس الجمهورية، فين عبيت المليار دولار هذاك؟ هاك معايا؟ المليار دولار اللي مدها الأفارقة مازال ما سمعناهمش يهضروا عليه، هذه وحدة. هذوك البرلمانيين هما اللي صوتوا على المالية، قانون المالية تاع 2023 هذا اللي احنا نعيشوه دروك. صح. دورهم يبينوا الناس دورهم. اسمح لي خويا ارتبي، صح اليوم يهضروه احنا معاهم انفضحين النظام، حاجة مليحة. هم مبينين باللي راهم مع الشعب، حاجة مليحة. بصح علاش كيجي قانون المالية عمرنا من 62 إلى غاية 2023 عمر البرلمان ولا جدد قانون المالية؟ هذا قانون المالية هو اللي راه يبين الويلات للشعب الجزائري، هذا هو اللي احنا عايشين دروك. وأنا كنت اتصل بك في هذاك الوقت وقلت لك قانون المالية اللي راهم ماشيين يصوتوا عليه دوك يكون علينا كحل في هذا العام، ورحنا عايشين في يلطفي. 22 مليار دولار اللي مشات لوزارة الدفاع علاش ما حطوش هذاك الوقت وما بينوش دورهم؟ هذه التساؤلات، وانا عارف راهم يسمعوا فينا وماذا بهم يجاوبونا. هذا شعبي راه يهضر، مواطن جزائري راه يتساءل، هما راهم يمثلونا في القبة البرلمانية وحنا حنا نتساءلوا، من حقي باش نتساءل. المليار دولار، 100 مليون دولار اللي مشات لتونس، 45 مليون اللي مشات لتركيا وسوريا، والشعب راه يموت والله راهم يلقطوا حاشاك من الزبل، الشعب راه يلقط من الزبل. فرحنا ماشيين، ما يكذبوش علينا بهذه الزيادة، هذه ماشي زيادة، هذه تبهديلة. أك معايا خويا الطفي؟ أنا معك. ألو؟ أك معايا؟ أنا نسمع فيك أسي جمال. نعم، نتكلم عن النقابات دروك. النقابات نهار اللي كان الحراك مشاو تخباو، هما الأولى اللي فرعوا الحراك، طبق عليهم وكلت يوم أكل الثور الأبيض. دوك ما يلعبوها الناس، راه كاين إضراب عام، ما كان لا إضراب لا والو. النقابات ما كان والو في الجزائر، العمل النقابي ما كان. شوف اتحاد الشغل تاع تونس، اتحاد الشغل تاع تونس شو كان موقف قيس سعيد، هذا هو النقابة، هذه هي النقابة اللي تضرب على العمال. مشات وقت المخلوع بوتفليقة كانت ثلاثية، على الأقل كانت لوجيتية شوية تبين حنت يديها، ثلاثية يتلاقاو قال هيا زيادة. دوك أنا ربكم الأعلى هو اللي راه يقرر، ما كان لا نقابة قرر لا حتى واحد. رحنا ماشيين في حيط، والله لا احنا ماشيين في حيط، مادام قصى الأحزاب السياسية المعارضة تعصحوا بصحيح تساها وقصى النقابات، خلي هذوك يعبي الجزائر للحيط. وبارك الله فيك خويا رفيع على هذه الحصه هذه، والله يجزيكم خير. امين. ربي يحفظك، شكرا لك انت جمال، والله شكرا لك انت. ان شاء الله الناس تكون سمعت هاي، وعليها السلطه يا خوتي تخاف انها تفتح الديريكت وتفتح الناس تتكلم. واحد كيما جمال من المستحيلات انه يفوت في قناه وطنيه، ممنوع. باسكو لي كيستيون يمدهم دون تيل لوجيك تما صح، وعلاه 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 ان دو بلا سبان بلا معايبه بلا ما نعرف شي هي، هاو اللي قلقهم. هذا هو ايفي لا كونسيونس، لما تفيق الوعي وتطرح اسئله تخلي مخك يخمم لهنا تولي دونجورو بالنسبه لهذا النظام. هو يحب لي يسب ولي كاب ونعرف شي بابا بابا، بصح انسان كما جمال. شكرا لك اخويا جمال على المداخله، وربي يحفظك. نزيدوا نواصلوا حتى وشار، وعليه تعجبني الحصه دي. تفضل اخويا، تفضل. محمد من الجزائر، سي محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام اخويا العزيز، مرحبا بك. اهلا اخويا لطفي، لاباس بخير؟ لاباس الله يحفظك، شكرا كي اتصلت بينا. تفضل لك على المباشر ان شاء الله. الله يصحح عليك ان شاء الله. حبيت انت من قبل طلعت واحد السؤال، قلت له ما انت يا واحد المتداخل، قلت اشكو هادو ما يخافوش ربي هكذا على الرئيس تبون ولا هكذا يا اخي هكذا. كنت شكشي انت طلعت سؤال بالك في اطار يعني كيفاه يعني ما يرحموش شعبهم. ها بالك صح، شوف انا نقول لك من الاخر ما يخافوش ربي خويا العزيز، باش نقول لك على واحد اللي يخاف ربي
ويخاف من ربي ويخاف من على بالقبر، على باله بلي الناس راه في رقبته، واش يدير خويا؟ اضعف الايمان، اضعف الايمان، كون جاي يخاف ربي صح خويا دير لا ديميسيون تاعك بقى لاخر. الشعب يقول لك تبون مزور جابوه العسكر ما كاينش شرعيه، هذه حاجه الاولى. ودوزيامون سات سؤال واحد اخر، قلت اسكو يا خو ما يحبوش البلاد؟ والله العظيم يا خويا لطفي غير ما يحبوا البلاد، شو ما يحبوا الجزائر، الجزائر ما يحبوا لا كارت جيوغرافي تاع الجزائر ما يحبوهاش، تسمع خويا العزيز ما يحبوا الجزائر ما يحبوا الشعب في زوج. لو كان جاو يحبوا الجزائر عم خدموها راهي ورده كيما الالمان كيما هومبول كيما كولن كيما مدريد كيما باري عاصمه الجن والملائكه، راهم خادمينها الله الله سبيطارات راك فاهم. ويا خويا معليش كيما لاشين ديكتاتورين بصح خادمين بلادهم راك فاهم خويا اخو، هادو ما خدموا الشعب تهلا فيه مسكين خلاو يعيش حياته كيما نورمال. مايا ما قلنا لهمش لاوت كام ايشو نورمال، ما خدموا البلاد راك فاهم شويه. وحاجه اللي تغير دكاع يهضروا بالشهداء الله يرحمهم، يا خانوا الشهداء هادو خدوا الشهداء ما يعرفوهمش، باسكو الشهداء لو كان ربي يحييهم يخرجهم من القبر عم بقول شنو يبكيو يبكيو يقولوا يا ربي عاود رجعنا القبر، ماشي هذه البلاد يمكن على جالها. اسمع هذه امانه، ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال وابين ان يحملنها واشفقنا منها وحمل الانسان انه كان ظلوما جهولا، يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. خالف يا ربي حظك، احنا على بكي فهرنا انا والله الحمد لله مستور، صح بكي نخرج برا غير شوف الناس اقسم بالله يا اخو لطفي اقسم بالله يا اخو غير نبكي من الداخل ومن عيني غير تعرف تحير تحير تحير. شحال نقدر نعاون واحد نقدر نعاون زوج، انا ثاني عندي اهل عندي وليدات عندي والديه صعبه باش نقول هادو هما اللي راهم الفوق المسؤولين، ما عندهمش غير على ما عندهمش غير قلب حاشا كلاو كلاو حجره كلاو خنزير كلاو والله اللي ياكل خنزير والله ما يديرش ما يديروا هادو. والله يا خويا لطفي وراك خونا في الله وراك مغرب وراك في دار الهجره راك مع الكفار يا خاك مع الكتاب، المسيح يقولوا مع الكتاب ما نقولوش كفار ربي ولي على بالو واش كاين العباد، اقسم بالله ما عندهمش الغيره ما عندهمش تغير الجزائر، الجزائر ورده ورده جزائر ورده روس سيتين فلوغ رجعوها شوكا ما تسواش الناس قاعد تضحك علينا وعلى يديروا لها هكذا الجزائر واش دارت لهم الجزائر عندهم كلش يا اخو قادرين غدوه تعرفوا شنو ونمشيو نمشيو ماشي على القدره حنا على الاكواريوم تمشي تشوف جوز عليك من تحت دوفان ولا بلادنا الله يبارك ماتوا عليها ماتوا عليها ميروش ومصطفى بالبولعيد ورجاله الضحيه. باش نقول لك حاجه تبوا مزور جابوه العسكر وان شاء الله ان شاء الله باذن الرحمن باذن الرحمن انا والله ما نسمح لهم مش على جالي انا جال ولادي ولاد ولادي اللي راهم جايين ولا جال الشعب اللي راهو يتمرمد على جالهم. انا الحمد لله مستور مستور الحمد لله ما ناكل خبز والماء مستور بصح كاين ناس كثر مني تعرف راه ما قال ما باسكو راهي حصلت ما بين ما بين العينين خويا لطفي وربي يحفظك ان شاء الله وربي معك ان شاء الله جزاك الله كل خير جزاك الله كل خير الله يحفظك بارك الله فيك. هذا رأي خونا محمد توافقوا ما توافقوش هذا رأي قالوا بكل احترام درك توافقوا ما توافقوش سي نوتر بيردمونش ولكن نشكر انا ما نوافقوش استغفر الله نوافقوا ما نوافقوش في كلمة انا نتساءل يعني هل الشر هذا اللي قاعد يصرى هل يخافوا ربي ليش مش نحكم عليه على العقيدة ما تقدرش تحكم تقول لا ما كانش منها هذا ما يخافش ربي ولكن فهمت كاين ناس يخافوا ربي يقول لك زينا لهم الشيطان وأعمالهم هو ويظن باللي قاعد يحسن والله مليح واش قاعدين نديروا والله وربما هو يخاف من ربي ولكن كما يقولوا ناصية كاذبة خاطئة الله غير بلوجيسيال اللي لهنا بدل المفاهيم هو يقدر يخدم بصح ما هو قاعد يخدم كما السراق هذاك ويتقن في العمل تاعو بصح اتقان تاعو في ميدان فاسد دونك هو متقن ولكن هذه وش حبيت نفهمك ربما هم يظنوا انهم يعني يحميوا في الشعب هذا يقول لك الشعب هذا الديمقراطيه مش مليحه ليه هو الشعب هذا كنا نعطيه شويه حريه وياكل بعضاه هو الشعب هذا كنا نعطيه شويه بركه او يدخلوا في بعضهم فخلي نحبسهم ونهول المتريز ربما يخموا هك ربما كما كان يقول يحيى تما الله غالب باش يتبعك لازم تطمعوا لازم تجوعوا والا هذا الشعب ينتفض عليك ويدير فوضى ويولي خلوطة كبيرة دونك ربما يقولوا هكا كان النتيجة هي أنه
حالة متدهورة ما صلحت لهذه لهذه. شكرا لكم. نواصلوا يا خاوتي توجور مع هذا الموضوع اللي حكينا عليه مع قروب يعني اقتراب عفوا شهر رمضان. شوفوا السوق وش قاعدين يقولوا اللي بيعوا وش قاعدين يقولوا على الأسعار. تفضل أخي المخرج. أسعار راهي ملتهبة ما عندنا ما نقولوا. الخدمة راهي نقصت وقبل ما يلحق شهر رمضان رانا نخمو باش نحبسوا الخدمة هذه. الخدمة السلعة غالية بزاف والخدمة ناقصة والسلعة كل ما راهي تزيد. دوك من رمضان كارثة ما نش عارف شراح نديرو. يعني الأسعار راهي ملتهبة كل واحد يقول له ماشي أنا ماشي أنا ما نش عارف شكون الخلل وين راهو أسكو في القرو ولا في الفلاح ولا فينا احنا. يعني الأسعار راهي ملتهبة هاك تشوفي الطهان مارشي كاع فارغ. يعني الله يجعل الخير. شفت يعني حتى يعني لي بريفيزيون يعني لا هم قاعدين يشوفوا الشعب الجزائري باللي يا ربي برك يجيب الخير هاو جاينا رمضان يا ربي برك يستر. علاش الشعب ما يقولش لا 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 احنا عندنا ثقه في رئيسنا وفي الدوله تاعنا. درك تشوفوا خاطر كل خطره يقولوا هك والفوا بهم والفوا هذوك يقول لك في التيلي والله درك تشوفوا اسبوع راحت الثقه. زعما تبون كي جا قال بلي اول حاجه نديرها كانت شفاف لي ديسكور كنا نجيبهم لازم نرجعوا ثقه المواطن في الدوله تاعو. لازم كي الدولة تعود تقول كلمة تشوفها تنفذت في الميدان. ثلاث سنين من بعد الشعب قال لك كان مالو هذا حليب وما قدروش يتحكموا فيه وكانوا يقولوا أعطيونا أسبوع. وزير التجارة كان يقول لهم أسبوع برك وناس صفحات تكتب دوك تشوفوا ضربها من حديد ودرك تشوفوا أسبوع عام عامين ثلاثة مزلنا. أصبر برك رأي أدناب العصابة ما زانت راي اصبروا برك رم لي صابوطي واصبروا برك برا الانتخابات درك تشوفوا روحوا فوطيوا برك على البرلمان درك تشوفوا روحوا برك فوطيوا على مجلس روحوا على البلديات روحوا فض كلش فوطي وداروا سبور سطه وربحوا لا كوب ضرب خلطوها خلاص ما زلنا لليوم. داير نسمعوا هذا التعليق فيه سخر عليه جوستمون جو هذاك اللي شناه قبيله مقطع ثاني على وزير الفلاحه فيما يخص اللحوم. شوف كيفاه الوزاره تاعنا يا خوتي ولاو يعني بتصريحاتهم كيتلمها فوق بعضها مستوى ما يليقش بحجم الجزائر. تفضل اخويا العزيز. لوزير الفلاحه الجزائري سمعت انه حاطط خطه لغلاء الاسعار ومش اي خطه خطه طويله الامد. كانوا عندنا مؤشرات في ظرف 10 ايام 15 يوم الاسعار راح تنخفض وتنخفض جدا وتنخفض جدا. اسعار خياليه ما عندها حتى مبرر على الاسعار هذه واللي مره على مره تطلع بدون يعني سبب. اليوم كيف كما يقولوا تاع ولي ما لحق 10 ملايين يعني اسعار خياليه تجدر اشاره الى ان ارتفاع هذه اللحوم الحمراء على مستوى الاسواق الوطنيه غير مقبول. لحوم الابقار باختصار هو اللي عندنا يعني اسعار باهظه بالنسبه لنا ما عندها اي مبرر. بالنسبه للحوم الحمراء احنا شفنا بلي كان فيه ارتفاع ونقدر نقولها بدون مبرر. في اقرب وقت ان شاء الله من على 8 ايام ان شاء الله يكون فيه يعني اجراءات فعاليه وفي الميدان. ادوني بس 8 ايام اتاكد من سبب الازمه وال8 ايام كمان اتاكد مبرره ولا غير مبرره. ايه عايزين الاسعار تنزل؟ استنى اعرف لكم امتى كده؟ في ظرف 10 ايام 15 يوم. يا سياده الوزير انت مدرك ان بقالك سنه كامله بتلم مؤشرات بس في بدايه 2022 يقول لك عندي مؤشرات والاسعار مرتفعه. نسيبه ونرجع له بعد كام شهر يقول لك عندي مؤشرات والاسعار مرتفعه. 2023 عندي مؤشرات والاسعار مرتفعه. ولو سيبناه ل 2055 ليه بيقول؟ بقول لكم ايه؟ حوشت لكم شويه مؤشرات يا جزائريين بقالهم 30 سنه. عايزين؟ بعد المؤشرات ايه عن اللي عندك بس؟ احنا فتحنا التلفزيون خمس دقايق على الجزائر عرفنا المشكله. انت بقالك سنه وزير عشان تعرف اللي احنا عرفناه في خمس دقايق. بس كده بقى احنا دلوقتي عندنا مؤشرات ان انت عندك حاله توقف في فصله زمنيه معينه اسمها انا عندي مؤشرات بقالك سنه بتعيشها لوب فعايزين حد ينقذك منها عشان تعرف تكمل حياتك. طب يا جماعه عايزين يعني الوزير يشوف حلول عشان الناس يعرفوا يكملوا حياتهم. ليش عندك حلول؟ لا والله احنا شغالين مؤشرات بس. شفتوا يا خوت اعطوني 10 ايام 10 ايام 8 يا سيدي 8 عندها عام عندها عام يا خوتي صدق او لا تصدق. اعطوني 10 ايام بعدك كي عداوا ال 10 ايام قال لهم مازالوا 8 8 ايام دوك تشوف. احنا عام ودخل رمضان الثاني اللي دخل عليه يا خوتي. هل رجله احنا على ايام من رمضان هاك سمعتوا واش قاعدين نقولوا تاع اللحوم. هذه حكومه ما طاحتش من السماء خيرها وصادق عليها عفوا سي عبد المجيد تبون. هذا سي لو ريزولتا تاع سي عبد المجيد تبون. فشل السلطه يعني هو فشل عبد المجيد تبون وفشل النظام في ذاته.
احنا مانيش مفيكسين قال واش عبد المجيد تبون، لا بوتفليقه، لا سلال، لا 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 لا، هادو ما سي دي بيون في ان شيكي كبير اللي هو النظام. النظام تخبط حارت له، اللي يجيب واحد باش يكيف رقع برقع رقع، يزيد الاخر هذاك الرئيس اللي يجيبوه يزيد يجيب وزير يقول له رقع برك، قول لهم قول لهم، يخرج هذاك الوزير السخون الفرفاره الدور واش بيك 10 ايام وانت اسبوع وانت انا في خلال الشهر الاول وانت نهايه الشهر الثاني. قالوا حاله كارثيه. نعادت كي تلم التصريحات تاعو تضحك، تضحك عليه مش تضحك على الجزائر، لانه الجزائر تغيضك تغيضك. يعني رمضان جاي الناس راهي تحتفل والناس راهي كمعنويات، وحنا مسكين راهو خايف، مش خايف خاطرك هذاك الراجل تما يعني يخمم على كرشه، خايف خاطرك ولاده مساكن راح يمرمدهم. خلينا اللي في السبيطار وخلينا اللي يخمم في الحرقه في رمضان وخلينا وخلينا. من الاب هذاك كيفاه حيوكل ولاده وهو صايم صايم؟ هو والف في الجزائر ما يشبعش، لكن ولاده مساكن صافي مالو كار. نزيدو نكملو على ذكر هو خي قالنا 10 ايام العام اللي فات نشوفو تيان بالك الاسعار تاع اللحوم، هاي الجزاره بالك تقول بلي راهي فيها خير، بالك ان شاء الله فيها خير. تفضل خويا المخرج. نحن هو الاسعار ما عندها مرتفعه قبل رمضان، يعني رمضان ما زادت على رمضان، هو اللحم عنده اكثر من عامين والاسعار تاع اللحوم راهي في ارتفاع، يعني ما كانش اليوم ما عندها طالب اكثر من العرض ما يحبسش اللحوم سواء حمراء او بيضاء، سواء في اللحوم البيضاء او اللحوم الحمراء. احنا الخروف ذكر الخروف ذكر في بلاده، تروح لبلاده راهو يدير 230 240 220 قرو، ما يخسر هنا عند البوشي لازم يكون 240 250 اضعف الايمان. هذا هو هو الطلب ذكر اكثر من العرض، وما عندناش اللحوم عندنا ما تغطي السوق، لازم نستوردوا من برا. المواطن راهو يعاني مسكين، كي البايع سواء المواطن او التاجر، مواطن هكذا ما يقدرش ياكل لحم والتاجر ما عندوش فايده ما عندوش بيع، ما نبيع والو، احنا في النهار ما نبيعوش خروف، الخروف ما نبيعوهم، ما يساعد نجاني قلت لك ما يساعد لا التاجر ولا المستهلك. ما من مواطن ما يقدرش ياكل لحم، غالي بزاف ما يقدرش، سورتو العام هذا راه غالي فوق اللازم. شفتوا يا خالي هذا الوزير الجديد اللي جابوا عمي تبون باش يلقى الحلول، فشل اخر. هل نستعرف ونقولوا فشلوا؟ كما بدينا الحصه قلنا كان الناس يشوفوا في الجزائر ماشيه في خير، كان الناس يشوفوا باللي يا ولدي راكم ندبتوا لها. هل دبري كل ما شفنا هذا كل خير؟ هل نستنتجوا انه الوزير هذاك فشل واللي خيره السيد اللي خيره هو تبون في ادلو فشل؟ وباللي البلاد للاسف الشديد راهي رايحه للطريق مش ملاحه؟ يعني على الاقل في هذا في هذا النطاق خلينا بالك في السبور راهي ماشيه، ولا في التعليم ان شاء الله، ولا في التسليح بالك في السلاح احنا بيان الحمد لله نجحت، لكن هل في الامور اللي تمس المواطن مباشره هل نجحت ولا لا؟ امر مؤسف يا خالتي. دايور حتى البرلمانيين اللي خونا حكى عليهم قالنا ما عندهم شرعيه وكذا وكذا وجداهم وجداهم، هما تانا نزلوا للميدان وشافوا واستنتجوا يعني ومدوا نصيحه للشعب الجزائري، يعني نسمعها وش يقولوا على هذا سيب الاخضر كامل. تفضل خويا. في هذا الصدد فقط نوجه نداء للمواطنين لكي يكون عمليه الاستهلاك عاديه جدا ولا يندفعوا لاقتناء المواد بكثره، وبالتالي المطلوب عدم الانسياق وراء الانشاءات، لان المنتجات موجوده لكن الاسعار ارتفعت. لماذا ارتفعت؟ نظرا لنقص العرض، والعرض هذا من سببه هو ليس الانتاج وانما كيفيه التوزيع. كيفيه التوزيع السلعه كاينه وارتفعت لانه معنا مشكل في كيفيه التوزيع، والتوزيع داخل في وش؟ داخل في التسيير، تسمى ليسيروا هذا القطاع ما يعرفوش، وليسيروا هذا القطاع كما اللي يسيروا في هذه البلاد، لانه هذه البلاد تابع هذا القطاع تابع لهذه البلاد. فهو قال لكم ما كان له الاندفاع، ما كان له، يعني كي شغل اللحم تاع 240 خويا اشري 2 كيلو ولا كيلو ما تكثرش يعني تمهبيل. شتي المنحه هذيك اللي مدوها للمراه 5 دنانير، كي شغل يقولها ما تكثريش اشري بها كيلو برك ولا زوج ما تكثريش، ما كان له تشري 3 كيلو وبعد هيك جارك يحب يشري زوج كيلو ما يلقاش. يضحكوا على الناس يا خالتي، شعب مرمد مسكين، شعب في حاله يرتلع، راهو جاي رمضان راهو يتساءل
هل عندنا ولي امر يتولى امورنا؟ هل عندنا انسان واعي قاعد يخمم على الزوالي كيف راح يدير؟ ام ان اخر اجتماع ليه مد مليار للناس الاخرين؟ ثم انت والله لا هم دوك ندير لكم قفه رمضان، نزيد لكم العمدان ان شاء الله، نزيد لكم شويه بدون زيت تاع الليتر، ونزيد لكم شويه دبشه ومليار دولار خليوها الافارقه خاوتنا، يعني في سبيل الله مليح، وشعبك مسكين هاو ضايع ومشوا فاهم حتى شكون قاعد يسير. على كل حال حبينا برك نمدوا هذا اللمحه يا خوتي على سوء التسيير والفشل التام يعني في ترتيب امور السوق التجاره، خاصه السلع هذه اللي يعني ذات استهلاك كبير والاساسيه. دونك بارك الله فيكم على المتابعه والتدخلات تاعكم الرائعه تاع اليوم، ربي يحفظكم، شكرا للفريق التقني، الله يستركم، نتلاقاو احنا غدوه في ساعه الخير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.